يا جماعة بقول لكل الناس خلينا مدركين إن الله في حكمته خلق الإنسان حر، والإنسان بيسيء استخدام الحرية. أنا وإنت يا سيس نزار مرات بنسيء استخدام الحرية، ولما أسيء استخدام الحرية اللي الرب منحها ليا النتيجة بتبقى آلام. آلام. هو أنا النهاردة لو انحرفت للإدمان بحريتي الشخصية إيه اللي هحصده؟ لو أنا النهاردة مرات بحصد أمراض بتجيني لما أنحرف، لما بلاش أقول كلمة انحراف، واحد مدمن تدخين علبة السجاير مكتوب عليها التدخين يؤدي إلى الوفاة، لكن أنا مش قادر ومال أشرب في سجاير إيه اللي هحصده؟ فبننسى تماما. ده أنا مرات أقول لما بيبقى في بلادنا بلاش نقول على مستوى كل العالم سواء ميكروباص وسكران وسائل ميكروباص ويعمل حادثة، مين المسؤول؟ والحادثة يطلع منها ناس جرحى وناس اتكسرت وناس اتأذت طول السنين، مين المسؤول؟ معظم حوادث الطريق اللي عندنا في بلادنا العربية السواقين على التريلات هو تعود يسكر ويسوق. طب اللي بيسكر ويسوق ده بيعمل قد ايه بلاوي؟ بيعمل قد ايه بلاوي؟ ليه ننسب كل حاجة ان ربنا عملها وبننسى مسؤولية الحرية البشرية؟ زمان عمارة عندنا وقعت في مصر الجديدة ليه؟ وماتت ناس كتيرة. اللي باني ما عندوش ضمير علشان يكسب اكتر اكتر، ما التزمش بقواعد البناء، بدل ما يحط كمية حديد المناسبة للعمارة اللي هيبنيها 15-20 دور حتى أقل، بدل ما يحط أسمنت كذا حتى أقل عشان يكسب، والنتيجة إيه؟ انهيار المبنى بعد 10-12 سنة أو عند أقل زلزال يقع المبنى. يبقى مين المسؤول؟